السلام عليكم شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اوتوديسك كونستراكشن كلاود، او اختصارا يعني بيتقال عليها اي سي سي. لو الصوت تمام والصوره تمام يا ريت برضو تاكدوا عليا لو في اي حاجه في الكومنتات عشان اكون متابع معاكم. بداية الأول أعرفكم بنفسي، أنا اسمي أحمد محرم، أنا مهندس إنشائي، بيم مانجر في أيبيمز وتريننج مانجر في كاد ماسترز، أوتوديسك سيرتيفايد انستراكتور جولد، بدرس مع أوتوديسك ريفيت وأوتوكاد ونافيس وبرامج تانية من 2013، بقالي فوق العشر سنين بدرس البرامج أوتوديسك. مؤخرا السنة دي بقيت أوتوديسك إكسبرت إليت، أو بقيت مهندس يعني عضو خبراء النخبة من اوتوديسك. اشتغلت في مجموعة من المشاريع في مصر ودول الخليج، بعض الدول المتفرقة في أنحاء يعني العالم. كان البداية بتاعت المشاريع دي والسبب فيها طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو بداية شغلي في البيم من ساعة ما اتخرجت في 2012 حتى وقتنا هذا. طيب، هو ليه الناس بتشتغل بي اي ام؟ قبل ما نتكلم عن الاوتوديسك كونستراكشن كلاود، اكيد انتوا في سيشنز تانية سمعتوا عن موضوع البيم، ولكن حابب ان انا اكد عليكم على نقطة مهمة جدا، هي ان دايما السايت بننزل فيه في الاول بمهندسين مدني او مهندسين انشائي، وعادة بتكون لوح الام اي تي متأخرة، فاحنا عايزين نبعد عن الصور اللي احنا شايفينها قدامنا دي. المشاكل اللي بتقابل الناس في الموقع بتبقى دايما مشاكل حلولها بسيطة، حلولها سهلة لو احنا لحقناها في البداية. احنا عايزين نتنقل من الاشكال الصعبة واللي تعمل مشاكل في الكونستراكشن وتعمل مشاكل في الانشائي بتاع المبنى وتهدد سلامة المبنى، للشكل اللي انت شايفه ده بصورة يعني سهلة وبسيطة لو احنا بدأنا المشروع من البداية بي اي ام. ده هنا بقى عملية الكوردينيشن اللي كلنا عارفينها أو سمعنا عنها أو في خلال المحاضرات والسيشنز السابقة أكيد الناس سمعت عن البي اي ام والكوردينيشن الخاص بيها. أنا بحب أعرف البي اي ام إن هي إنك تبني المشروع بتاعك مرتين، المرة الأولى في الموديل والمرة الثانية في السايت. ده بيديلك قدرة على إن أنت تحل المشاكل قبل ما المشكلة تحصل في الموقع، لان انت بنيت وعالجت وحليت وانت في المكتب، ثم تطلع لوح، اللوح دي تبقى متعالج فيها المشاكل، فالناس في السايت لا تعطل ولا يقابلهم مشكله والدنيا تمشي معاهم سموز ان شاء الله. طيب، ايه التشالنجز اللي خلت الناس تروح للبي اي ام؟ انا هركز على المشاكل اللي تليد معانا الحل اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. أول مشكلة إن أي مشروع بيبقى فيه بارتيز كتيرة جدا. أسبير أيزو 19650 أو الأيزو 19650 اللي هي الستاندرد الخاص بالبي أي إم، أو الستاندرد الانترناشونال حاليا اللي بقت الناس كلها بتعتمد عليه، إن في عندنا كلاينت اللي هو بيقولوا عليه الأبوينتنج بارتي، وعندنا ليد أبوينتد بارتي اللي هو ممكن يكون الليد كونتراكتور او الليد كونسلتنت، وعندنا ابوينتد بارتيز اللي هم بقى السب كونتراكتورز والبلانرز والسب كونسلتنتس او الديزاينرز الايه اللي تحت من الليد. العمليه دي بتخلي اطراف المشروع كتير جدا، فانت عندك كميه داتا عايز تنشرها او عايز تعملها سبريدنج ما بين كل الاطراف دي سيمتينيسلي، يعني في نفس الوقت، وعايز تضمن ان كل واحد فيهم شغال على الليتست فيرجن، وان مفيش حد ما وصلوش المعلومه، وان مفيش حد هيقول لك ان انا الفيرجن ده ما جاليش، او ان الابديت ده عملتوه امتى. لا، الحكايه دي عشان تتم التشالنج ده خلانا نروح لحاجه اسمها كلاود بيسد كولابوريشن، ان احنا مش هنشتغل بقى بالايميل بس، او نبعت لبعض على الواتساب، او نبعت لبعض على فلاشات. لا، احنا بقى في شركات كتير جدا
بتقدم سيرفيس شبيهه بفكره الجوجل درايف او بالدروب بوكس او بالوان درايف، ولكن متخصصه في البي اي ام. طبعا احنا هنتكلم النهارده على واحده فيهم اللي هي اوتوديسك كونستراكشن كلاود او الاي سي سي، اللي كانت سابقا تعرف كبيم 360 او بيم 360. لكن في حاجات تانية اللي هي موجوده في الهارت هنا دي، زي ريفيستو، زي اكونكس، اكونكس من اوراكل، زي تريمبل كونكت من شركه تريمبل اللي عندها تيكلا، وغيرها وغيرها من الايه، من الشركات اللي بتقدم نفس الحلول دي. هي ميزتها ايه الموضوع ده؟ ميزته ان احنا نخلي الكومن داتا انفايرمنت بتاعتنا او السي دي اي، وده مصطلح مهم لازم تعرفوا ازاي بيتم وازاي بيتعمل الكومن داتا انفايرمنت، لان هي اللي هتخلي ان الكولابوريشن الناس كلها شايفه نفس الحاجه، اللي هم بنقول عليها سنجل سورس اوف تروث، ان احنا عندنا مكان فيه كل المعلومات الخاصه بالمشروع وكلها اب تو ديت وكلها ملتزمه بنيمينج كونفينينس، عشان اي حد يقدر يفهم الملف ده بيحتوي على ايه بسهوله. من الحاجات المهمه برضو عشان الكلاود بيزد كولابوريشن يشتغل معانا بسلاسه وبسهوله، ان المينتاليتي تكون مختلفه، ان احنا نكون فاهمين ان احنا بنتعامل مع اطراف مختلفه، وان احنا بنتعامل مع كذا سوفت وير. يعني الكلاود بيزد كولابوريشن مش هنبقى شغالين كلنا مثلا اوتوديسك ريفت، ممكن يكون معانا مقاولين او ديزاينرز شغالين تيكلا مثلا، او يكون معانا ديزاينر شغال راينو، او يكون معانا ديزاينر شغال بنتلي انفراستراكشر. فاحنا مش عايزين كل واحد يرفع لنا صيغ الملفات بتاعته بس، اللي هي بنقول عليها نيتف فايلز، اللي هي زي ما بتطلع من البرنامج بتاعها. ده هيعمل لنا مشكله ان انا مثلا واحد شغال ريفت وانا عايز اعمل كوردينيشن مع الراجل بتاع الستيل، فهو شغال تيكلا، طب انا هفتح الملف بتاعك ازاي؟ فالمينتاليتي بتاعتنا ان مش كل واحد عايز يعيش الدور بتاع مسؤوليته فقط لا غير وينسى باقي الناس. لا، انا من ضمن مسؤولياتي في البيم ان انا اكون فاهم غيري بيعمل ايه ومحتاج مني ايه، هو محتاج ايه عشان يقدر يطلع شغله بطريقه صح. فمثلا من ناحيه صيغ الملفات، انا لازم ارفع له ملف IFC اللي هو بنقول عليها Industrial Foundation Classes أو Open BIM، ملفات يقدر هو يفتحها على أي سوفت وير بتشتغل BIM. لازم كمان أخلي بالي من نقطة مهمة جدا، اللي هي إن الـ NWCs اللي هي ملفات الـ Navisworks، عشان لو معانا BIM Coordinators برضو نرفع لهم الملفات دي على الكلاود عشان يقدروا يعملوا Coordination. فالمينتاليتي بتاعت الناس برضو هي بتحكم جزء كبير من عمليه الكوردينيشن او عمليه ان احنا نعمل كولابوريشن ما بيننا وما بين بعض. تعال نتكلم بقى اكتر عن اوتوديسك كونستراكشن كلاود، او اختصارا اي سي سي، اللي هي سابقا كانت تعرف ببيم 360. وده اوتوديسك لمت فيه مجموعه كبيره من الميديولز اللي بتشتغل كلها اونلاين بيست، اللي بتشتغل كلها عن طريق ان انت مش بتسطب برنامج، لا ده انت بتعمل لوجن على ويب سايت، اشبه بفكره مثلا ان انت بتلوجن على الفيسبوك بتاعك او بتلوجن على اللينكد ان، فيبدا يظهر معاك الشغل بتاعك. فكره الاوتوديسك كونستراكشن كلاود انها بتكونكت كل الورك فلوز، سواء ديزاين بمراحله الاوليه خالص وتندر، بعد كده تكونكت مع السايت والتنفيذ، تكونكت مع الهاند اوفر. فده بيخلي كل التيمز في كل مرحله من الكونستراكشن مرتبطه مع بعضها. ده بيقلل الريسك بتاعه موضوع ان احنا كل واحد يبقى شايف ملف مختلف او يبقى شغال على فيرجن مختلف، فنبقى الكوردينيشن بتاعنا مش صحيح او مش مظبوط. وكمان بيحسن من الافشنسي بتاعه المشروع والافشنسي بتاعه الشغل بتاعنا. طبعا بينكريز البروفيتس، لان انت بتقدر تشتغل من وانت في مكانك، وتقدر تتعاون مع ناس بره وبعيد عن المكان بتاعك الجغرافي. هم عندهم كذا، يعني كذا مديول، زي ما احنا بنقول يعني مديول بمعنى كذا تايب جوه السوفت وير ده او جوه الويب سايت ده، هو يعني كلاود بيزد سوفت وير. اول نوع منه ويمكن الاكثر شيوعا والاكثر استخداما مديول اسمه دوكس، او اختصارا لكلمه دوكيمنتس.
ده كان زمان اسمه بيم 360 دوكمنت، دلوقتي بقى اوتوديسك كونستراكشن كلاود دوكمنت او دوكس. في عندهم بيلد برضو، ده كان موجود زمان كان اسمه فيلد. في عندهم كولابوريت وكولابوريت برو، اللي هو بيم كولابوريت وبيم كولابوريت برو. في عندهم تيك اوف، ويمكن دول الاكثر استخداما والاكثر شيوعا، اللي هم دايما الناس بتدور عليهم، اللي فيهم الاستخدامات الاساسيه بالنسبه لنا في الكلاود بيست كوردينيشن او الكلاود بيست كولابوريشن. في عندهم بقى الموبايل ابلكيشن عشان تفتح من الموبايل. في عندهم برنامج او مديول زياده اسمه اسمبل، مديول تاني اسمه بيلدينج كونكتد، مديول تاني اسمه بايب، مديول تاني اسمه بروست. ودول بيبقوا بيعملوا شويه حاجات سبيسيفيك، يعني مش كل الناس بتبقى محتاجاهم. يعني الاخير ده بيعمل كوست استيميتنج، كوست استيميتنج اللي هو بيتعمل كدراسه اوليه للمشروع، المشروع ده هيكلفنا كام، فدي عايزه ناس كوست استيميتورز مش ديزاينرز مثلا. فاستخدام فيري سبيسيفيك. في طبعا اوتوديسك كونستراكشن كلاود كونكت، دي اللي بتعمل ورك فلو بقى، يعني مش بس ان انت تستخدم الدوكس بس او تستخدم البيلد بس، لا ده هو يعمل لك ورك فلو ما بين الميديولز وبعضيها. طبعا مؤخرا اوتوديسك عملت حل تاني برضو كلاود بيست اسمه اوتوديسك فورما، وده برضو فكرته قايمه ان هو كلاود بيست ورك فلو مع فكره استخدام الاي اي واللي احنا بنقول عليه الجينيريتيف ديزاين، فده برضو بقى حل عصري اليومين دول. طب الاوتوديسك دوكس احنا بنعمل بيه ايه؟ هو مينلي دوكمنت مانجمنت سيستم. دوكمنت مانجمنت سيستم في كل مناحي المشروع او في كل اللايف سايكل بتاعه المشروع، بدايه من اول المشروع خالص وانت بتدرس الاحتياجات بتاعه الكلاينت لغايه اما تعمل الهاند اوفر، سواء بقى بتمانج 2D او 3D ديزاينز، ودي حته حلوه جدا انك بتقدر تفتح اللوحات سواء الكاد او البي دي اف او حتى الريفت 3 دي مودلز او النافس او الاي اف سي، بنقدر نفتحها من غير ما يكون عندي سوفت وير، سواء من التابلت او من اللابتوب او من البي سي، مش محتاج ان انا اكون مسطب البرنامج اللي بيفتح الصيغه دي، لا ده انا بقدر افتح بسهوله، واقدر كمان اعمل عليها شغل مراجعه او اعمل عليها شغل ريفيوينج. كمان تقدر تعمل لينك للفايلز از ريفرنسز، تقدر تعمل سنترلايز للايشو مانجمنت او اللي هي اللي احنا بنقول عليها الار اف ايز ريكويست فور انفورميشن، او الحاجات اللي انت شايف ان فيها مشكله تروح للناس تقول لهم انا عندي مشكله في الحته دي، طب انا عايز اقول له الحته دي فين، بنروح حاطين حاجه اسمها ايشو، يعني عندي ايشو هنا، بروح دايس كليك واقول له اد ايشو هنا، فتتعلم في الموديل واي حد يقدر يوصل لمكانها ويقرا المشكله بسهوله جدا. طبعا بتورجنايز التيرن اوفر دوكيومنتيشن عشان وانت بتنقل المعلومات. تعالوا نشوف فيديو لمديول الاوتوديسك كونستراكشن كلاود دوكيومنت وازاي بيتعامل مع الملفات. هنا لو انت لاحظت انا عندي فولدرز، كاني فاتح فولدرز على الكمبيوتر، والفولدر ده جواه متقسم فولدرات تانية. هنا ده للموقع، ده البروجكت فايلز، في اسبيلت، في بيدز، في كونسلتنتس، يعني انت بتحط فولدرات زي ما انت عايز. الفولدرات دي كمان انت بتقدر تضيف عليها بيرميشنز، يعني انا عندي اطراف كتير جدا في المشروع، يعني مثلا عندي سب كونتراكتور متخصص في الهارد سكيب، فهو مش محتاج ان هو يعرف كل المعلومات بتاعه المشروع، وانا مش عايزه يعرف حاجات هو ملوش دخل بيها، فانا ببدا اديله بيرميشن على فولدر معين هو بس يقدر يشوفه ويقدر يعدل فيه ولا ما يقدرش. يعني في فولدرات اخليه يشوفها بس، وفي فولدرات اللي هو بقى بيعمل فيها السبميتلز بتاعته او بيرفع فيها شغله، دي بقول له ده يبقى اديتور، او بص عندي هنا بيرميشنز ازاي، ده بيعمل فيوينج بس، ده بيمانج، ده هنا مكتوب له ان ده بروجكت ادمن، يعني يقدر يضيف ناس ويقدر يعدل. اشبه برضو بفكره لو انت عارف الصفحات والجروبس بتاعت الفيسبوك، انا ممكن ابقى مودريتور، ممكن ابقى ادمن، ممكن ابقى فيور، واحد مشترك في الجروب او الصفحه بس عادي. فهيبدا هو يضيف حد جديد اهو، بيضيف الايميل بتاعه وبيقول ان ده البروجكت مانجر، وبيضيف البرميشن بتاعه، هيعمل ايه؟ ده بيمانج، ويقدر يضيفه ويديله البرميشنز اللي هو ايه اللي هو عايزها. الموضوع ده لذيذ جدا، وطبعا بيبقى لازم عليه كنترول، والسيكيورتي بتاعته عاليه جدا،
فاحنا نقدر نطمن ان كل واحد داخل على الحاجه بتاعته فقط. في عندنا مديول اوتوديسك بيلد، وده بيبقى شويه خاص بالسايت، ده بيكونكت الفيلد مع البروجكت مانجمنت او الجزئيه بقى بتاعت اداره المشروع والتايم لاين. مين اللي بنستخدمه في البروجكت مانجمنت، في الكواليتي مانجمنت، في السيفتي مانجمنت والكوست كنترول. يعني ده مديول اكتر للعلاقه ما بين مديرين المشاريع والمقاول اللي شغال في السايت. تعالى برضو نشوف الفيديو ده بيوريك اهو ان ده المشروع وده السكادجول بتاعه. ده المديول بتاع البيلد اهو، شايف الايكون بتاعته مختلفه، وهنا بقى عنده الاي دي والاكتيفيتي والستارت والفينش، وعنده الجانت شارت بتاع المشروع، ويقدر يتراك اي اكتيفيتي ويعمل له ابديت ويروح يشوف الاكتيفيتي ده الديتيلز بتاعته ايه، ولو عنده كومنت يقدر يكتب الكومنت ويعمل منشن لحد اهو بيقول له بليز ابديت السكادجول تو ريفلكت توداي او ذا ديلي، التاخير اللي عندنا. طبعا المديولز دي بيبقى فيها اكتر من حاجه، زي ما شفنا ان فيها مش فيها كواليتي مانجمنت، فانا اقدر اعمل فيها برضو الايه الكواليتي كنترول بتاعتي والكواليتي اشورنس بتاعتي، فيها سيفتي مانجمنت فاقدر احط الهيلث تشيكس اللي بتتم في السايت، فيها كوست كنترول. فطبعا دي مديول مهم برضو للناس اللي شغاله في السايت. الاي سي سي كولابوريت اند كولابوريت برو، ده مديول خاص بالديزاينرز والمكتب الفني بتاع المقاول، عشان عمليه الكوردينيشن تبقى كلاود بيزد. يعني لنتخيل مع بعض مثلا ان المعماري اللي عمل الديزاين للمشروع اللي انت شغال عليه موجود في انجلترا، والانشائي اللي هيعمل الديزاين موجود في السعوديه، والالكتروميكانيكال كهرباء وميكانيكا مثلا موجودين في المانيا. طب احنا هنجمعهم مع بعض ازاي عشان يعملوا كوردينيشن؟ عن طريق الكلاود بيزد كوردينيشن نقدر نعمل كولابوريتيف، ونعمل كمان سيمبل اوتوميشن للكلاش ديتكشن، بدل بقى ما نجيب حد نعينه كوردينيتور او يبقى في حد عمال يشتغل على النافيس وورك. البيم كولابريت برو والبيم كولابريت فيهم اوتوماتيك كلاش ديتكشن، وبتعمل الماتريكس بالاي اي، وتقدر كمان تطلع انسايتس، يعني تطلع معلومات بنستخدم ايه اكتر اداه، ايه الاداه اللي احنا محتاجين نحسن استخدامنا ليها. دي معلومات مهمه برضو بتنزل مع مع فكره الكولابريت والكولابريت برو. طبعا هي كو اوثوريتنج، يعني هي بتسهل علينا نقل المعلومات وان احنا نشتغل على المعلومات. تعال نشوف الفيديو ده لموضوع الاوتوماتيك كلاش ماتريكس. ادي الكلاش ماتريكس هنا، هو البرنامج بتاع الكولابريت والكولابريت برو هو اللي كونها، بدا يشوف الملفات اللي عنده ايه، وبدا يكون ما بينها ماتريكس، وبدا يطلع الكلاشات وعدد الكلاشات اللي موجوده، وانت تقدر تروح لكل ملف. لاحظ ان في ملفات اي اف سي، يعني هو مش بيتعامل مع ملفات ريفت بس، لا ده انا كمان اتعامل مع ملفات اي اف سي، اتعامل مع ملفات جايه مش نيتف، مش نيتف فايلز، دي جايه بامتدادات ثانيه. هيبدا يدور على موديل معين عايز يشوف الكلاشات بتاعته، فجاب الكلاشات اللي هو عايز يتفرج عليها ويدوس عليها، تبدا تجي له الكلاشات اللي موجوده عشان يبدا يعمل اساينينج للي هيحل الكلاشات دي. تعال نشوف شكل الانترفيس. لو انت دخلت على الويب سايت، ده شكل الويب سايت اهو، ده construction.autodesk.com اللي هو autodesk construction cloud، بيبدا يشرح لك ايه المزايا ومين الناس اللي بتستخدم والكلام ده. لكن لو انت عندك هتقول له انا عايز الوجن على autodesk construction cloud، بيبدا يطلب مني ان انا اعمل طبعا لوجن اهو، بيقول لي ادخل بالاكونت بتاعك، فانا بدخل بالاكونت بتاعي، فبيبدا يجيب لي الويلكم سكرين. طبعا انا ممكن اغير، انا اقول له انا عايز ماي هوم مثلا. ماي هوم دي بيبقى فيها بقى الايه المعلومات العامه، ايه البروجكتس اللي انا اسايند عليها، في حاجات متاخره عليا، او في ايشوز او ار اف ايز او سبميتلز المفروض انا راجعها او ارد عليها، فبيديني زي انسايت كده للمشروع، ودي كاستمايزد، يعني انا اقدر اغير ايه اللي يظهر لي وايه اللي ما يظهرليش، بحيث ان انا اول ما افتح كل يوم الصبح اشوف التاسكات اللي عندي او اشوف ايه الحاجات اللي مطلوبه مني. بقدر كمان اتنقل للبروجكتس او البروجكت تمبلتس حسب، طبعا انت محتاج تكون كل مديول من دول بيبقى ليه اشتراك لوحده، يعني لازم حد يعمل لك الاشتراك ويأساين المشروع عليه.
ده مثلا كان مشروع معمول قديم على بيم 360 اوتوماتيكلي اتعمل له ابجريد وراح على الاوتوديسك كونستراكشن كلاود، لان ما بقاش فيه حاجه اسمها بيم 360 خلاص، المشاريع اللي اتعملت عليها اتعملت، لكن اي مشروع جديد بيتعمل على الاوتوديسك كونستراكشن كلاود. انا فتحت المشروع فجاب لي الداشبورد بتاعت المشروع، المكان، درجه الحراره هناك، لو في ديزاين ايشوز، لو في ايشوز معمول لها اساين ليا انا، وانا بقدر اروح للمشاريع من هنا، انا ما عنديش غير المشروع ده، وبقدر كمان اروح للهوم ولا اروح للدوكيمنت مانجمنت اللي هو دوكس، ولا اروح للبيلد، ولا اروح للكولابريت والكولابريت برو وهكذا. انا مثلا لو قلت له وديني للدوكيمنت مانجمنت هيبدا يعرض لي ملفات المشروع، ويبدا يقول لي انت عايز تفتح ملف فيهم، اهو جاب لي الفولدرز، فاقدر افتح اي فولدر انا عايزه، واروح للمشروع واتفرج على الداتا اللي انا عايزها كلها. اي ملف من دول انا اقدر افتحه دايركت من غير ما افتح البرنامج، يعني مش لازم اكون مسطب البرنامج اصلا. دي الفولدرز، دي الريفيوز اللي تمت على المشروع، الترانزميتالز او السبميتالز اللي اتعملت على المشروع، لو في ايشوز اللي هي في مشاكل بتبدا يتعمل لها اساين على البروجكت بتاعك. طب انا هندسه ازاي اتعلم السوفت وير ده، او يعني الموضوع ده؟ بكل بساطه انا اقدر اتعلمه فور فري من خلال موقع اوتوديسك ليرن اي سي سي اهو، وهتلاقي كل ما هو متعلق بالاوتوديسك كونستراكشن كلاود موجود، كل المديولز. طبعا سيادتك مش لازم تتعلم كل المديولز، انا انصحك تبدا الاول بالمديول بتاع الدوكس، ده مهم جدا. ليه؟ لان هو ده اللي اغلب الناس بدات تستخدمه as a common data environment، عشان الكلاينتس بقوا spreading، او الستيك هولدرز كلهم بقوا spreading around the world، يعني الناس منتشره وشغاله من اكتر من مكان، فبدات الناس تستعين بالاوتوديسك دوكس عشان تعمل مانجمنت للدوكيومنتيشن والابروفلز بتاعتها. فمهم قوي انك تتعلم المديول ده، وبعد كده هتلاقي المديولز التانيه سهله عليك ان شاء الله. انا عملت لكم المديول ده او الموقع ده في الكيو ار كود ده، ممكن تصوروه بالموبايل، او حتى لو انتوا داخلين من الموبايل خدوه سكرين شوت، وتقدر تدخل عليه في اي وقت، وده فور فري. ولما تخلص المديول، كل مديول هيطلع لك بيه شهاده. كمان تقدر بعد ما تتفرج على الفيديوهات دي انك تطلب ديمو، او حتى قبلها، بس انا انصحك تطلبه بعدها، لان الديمو هيبقى ماكسيموم 30 يوم، فبعد ال 30 يوم هيقول لك اشتري، فانت تقدر تجرب از ستودنت، ولان هو ما فيهوش ستودنت لايسنس، لان ده مش حاجه بيستخدمها الستودنت، دي حاجه بيستخدمها الايه؟ البروفيشنالز، يعني الناس اللي شغاله. لو عندكم بقى اي اسئله انا موجود معاكم للاسئله، اكتبوا لي في الكومنت، ولو حد حابب يبعت لي على اي حاجه تخص البي اي ام بعد كده او في وقت تاني، دي الاكونتس على الفيسبوك واللينكد ان والتشانل بتاعت اليوتيوب. لو في اي سؤال انا معاكم في الكومنتات ممكن تكتبوا لي. في سؤال من سيف
بيقول هل شهادة اوتوديسك بتديني فاليو كحد بيشتغل في المجال ده؟ بص، هو اوتوديسك عندها مجموعة كبيرة من الشهادات، بتبدأ من أول سيرتيفيكيت أوف كومبليتيشن اللي أنت خلصت كورس، ودي مثلا زي الكورسات اللي أنا وريتها لكم من شوية أونلاين فري، دي بيطلع لها سيرتيفيكيت أوف كومبليتيشن، أو كورس أنت أخدته في أي تي سي اللي هو اوتوديسك اوثورايزد تريننج سنتر. دي بتبقى كويسة إن أنت بتقول إن أنت حضرت الكورس وخلصت السيلابس بتاع الكورس، ودي شهاده انترناشونال، يعني شهاده هتاخدها من مصر زي ما هتاخدها من بره. في شهاده اعلى اللي هي اوتوديسك سيرتيفايد بروفيشنال. اوتوديسك سيرتيفايد بروفيشنال دي بتتم عن طريق امتحان، والامتحان ده بيبقى بروكترد من شركه معيناها اوتوديسك، وبتبقى اونلاين بيزد شبه امتحانات البي ام بي والايلتس. لو حد امتحن الحاجات دي اونلاين بتبقى في مراقبه بالكاميرا، وبيبقى في اسئله، هما بيبقوا 35 سؤال والنجاح من 70%، والاسئله حاليا كلها نظري، يعني ما بتفتحش الريفت اصلا، انت بتجاوب من الذاكره. ممكن برضو في الكومنتات كده هحاول اسيب لكم لينك المحاضره كنا عاملينها في مجتمع اوتوديسك بالعربي عن موضوع الامتحانات بتاعت اوتوديسك. هو المهندس عبد الله حافظ بيسأل على ايه الاكثر استخداما والاكثر شيوعا. هو الاكثر شيوعا الاوتوديسك دوكس، لكن طبعا الاوتوديسك كولابوريت برو او البيم كولابوريت والبيم كولابوريت برو بدأوا ينتشروا في مرحلة الديزاين، لكن في على مدار المشروع الاكثر استخداما هو الدوكمنت مانجمنت، ده اكتر واحد الناس بتستخدمه. في حد عنده أي سؤال تاني؟ لو في أي أسئلة يا ريت تكتبه في الكومنتس. مهندسة ندى بتسأل سؤال حلو جدا، بتقول لي لو اتنين دخلوا يعملوا إيديت في نفس الوقت، هل ده بيظهر لكل واحد في ساعتها وبيبان هو بيعمل إيديت فين، ولا بيبان بعد ما يقفل الفايل؟ طيب، هو السؤال ده ليه شقين. الدوكمنت مفيش حد بيعمل اديت في نفس الوقت، الدوكمنت ده دوكمنت مانجمنت، فكده السؤال غالبا على جزئيه الكولابوريت والكولابوريت برو. في عمليه الكولابوريت كل واحد فينا بيسحب ملف لوكال على جهازه بنفس فكره الورك شيرنج بتاع الريفت، بس بدل ما احنا عاملين ورك شيرنج على اللوكال سيرفر بقى الورك شيرنج على الاوتوديسك كولابوريت او على السيرفر الاونلاين بتاع الاوتوديسك كونستراكشن كلاود. لو انا بعمل سينكرونايز، احنا بنقول عليها بقى مش سيف، بنقول عليها سينكرونايز، وانا بعمل السينكرونايز هو بيابديت من الملف بتاعي للسيرفر. لو حد بيعمل ابديت في نفس الوقت ما فيهاش مشكله، بس مش هيشوف شغلي، لازم يرجع يعمل ابديت للملف بتاعه مره تانيه، او سينكرونايز او بنسميها ساعات ريلود ليتست، عشان يجيب اخر داتا موجوده على الملف الرئيسي او اللي احنا بنقول عليه الملف المركزي السنترال فايل. بنفس فكره الورك شيرنج اللي بيتم على اللوكال سيرفر، بس هي بقت اونلاين. وطبعا لحظه ما انت بتعمل سينكرونايز او ما انت بتعمل ريلود ليتست لازم يكون عندك انترنت، غير كده انت مش محتاج الانترنت قد كده. سؤال حلو جدا يا مهندس ندى. مين تاني يا شباب عنده أي سؤال؟ لو حد من اللي أنا جاوبت لهم على السؤال عنده أي حاجة زيادة يقول لي، يعني أو الإجابة ما كانتش بالنسبة له واضحة قوي برضو يقول لي، مفيش مشكلة. العفو يا باشمهندس هنا. مريم
وهاجر، انا هاجر تمام، السؤال واضح شويه، بتقول لي المحاضره تمام، الله ينور، تسلمي. ازاي اتعلم بيم وانا لسه طالب ولا متخرج؟ لا ابدأي وانت عادي، ابدأي وانت بتدرسي عادي، اتعلمي ريفت، اتعلمي نافس، افهمي يعني ايه كونسبت البيم والورك فلو بتاعها، ايه الستاندرز اللي موجوده، حاولي تطبقي على اي بروجكت اثناء الكليه، او حتى تجيبي مشروع انت من على النت وتحاولي تجربي مع نفسك انت وزمايلك. ده مهم جدا ان انا اطلع من الكليه عندي نوليدج، مش لسه هتعلم بعد ما خلصت الكليه. مريم انا مش فاهم تقصدي ايه از تريننج، مش واصلني المعلومه. عبد الله بيقول بيعمل تحديث لكل ضاف من اي طرف في المشروع لما تدخل على البرنامج تاني، ولا لازم اعمل؟ لا هو انت لو قفلت وفتحت فخلاص، يعني احنا بنتكلم ان انا وانا شغال لازم اعمل سينكرونايز او اعمل ريلود ليتست عشان اجيب الداتا الجديده، لكن انا خلصت شغلي النهارده الساعه 6 ولا الساعه 5 ونص وقفلت جهازي، وقبل ما اقفل طبعا بكون عملت سينكرونايز عشان الداتا بتاعتي الجديده تتحط على الاونلاين وبمشي. تاني يوم الصبح جيت الساعه 8 بفتح المشروع تاني، بعمل اوبن وبعمل كلاود جديد، او بعمل سوري لوكال جديد، فبيبدا يجيب لي الداتا الجديده اللي كل الناس سيفتها. لكن اثناء ما احنا شغالين لازم انا اللي اعمل ايه؟ انا اللي اعمل سينكرونايز وانا اللي اعمل ريلود ليتست. هي شبيهه جدا بنفس عمليه الورك شيرنج اللي بتتم اثناء الايه؟ اثناء البروجكت. والعمليه دي بتعمل لها مونيتورنج كويس لانها اون كلاود يعني. طيب لو في اي سؤال تاني او في اي وقت انتوا عايزين تستفسروا عن اي حاجه في البي اي ام، ممكن تبعتوا لي على اللينكد ان او على الفيسبوك في الرسائل، واتمنى ان المحاضره تكون مفيده ليكم. انا حبيت انها تكون يعني مش حاجه طويله، تكون تو ذا بوينت، ويعني تفهمكم الموضوع جاي ازاي وبنعمل بيه ايه. اشوفكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم.